اهلا بكل الناس اللي بتشوفني على تيك توك في فيديو جديد معاكم طارق ابراهيم. طبعا للاسف يا جماعه الواسطه بقت في كل حاجه، بقت في كل حاجه، حتى يعني مش هقول انها في مصر بس، في واسطه هنا. يعني انت لو ليك ريفرنس او تعرف حد في مكان بيساعدك ويجيب لك شغل، ماليش حد بقى للاسف بقى ايه، بتخش بالطريقه الرسميه بقى وتقدم وتعمل. الحال كما هو عليه في مصر دايما في كل حاجة، من الألف للياء في كل المصالح الحكومية. بس للأسف الموضوع وصل لتشكيل منتخب مصر لما لاعب اسمه عواد حارس مرمى لعبه حلو وصد كرات كتير ويعتبر أحسن من ناس تانية حطوها في الفريق، بس للأسف عشان اسمه مش تحت اسم، يعني أبوه مش واحد في النادي أو ليه اسم أو الكلام ده كله، طبعا اتظلم وما اختاروهوش، معروفه يعني من الاخر، واللي يقول غير كده يبقى بيكذب. فالموضوع كده عامل زي ان واحد عمال يذاكر من اول السنه لاخرها ويدح وعمال يفحت نفسه، في الاخر يشيل ماده ويجي واحد يذاكر قبلها باسبوع يعدي او معاه واسطه يعدي. فالموضوع ما فيهوش عدل. الحمد لله ان محمد صلاح ما دخلش في النقطه دي، وان هو يعني لاعب دولي، ربنا يستر على بقية الفريق وما يحصلش مشاكل او تبقى فيه اختيارات غلط. الواحد قلقان بصراحة، بس طبعا انا بتمنى التوفيق، دي اكتر حاجة بتفرحنا كلنا وبتفرح الشعب المصري وتفرح عرب كتير لو دخلنا الكاس ولعبنا يعني وكسبنا كذا ماتش. عندي امل في ربنا كبير، بس انا زعلان عشان الموقف ده والله. واللي انا عاوز اقوله بس الكوبر لموري في زوري، ربنا يستر. السلام عليكم.